حمار تفديه بشاه، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل ذكر إنسان من أولادك تفديه. إيه الحقيقة اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى غير ما تنساش ربنا اللي قلناها. سوا بين شيء وشيء، الإنسان سوا بإيه؟ بالحمار. الإنسان سوا بالحمار، يقول له كده في لما تخش هتكرسني كل بكر فتح رحم. في حيوانات طاهرة وحيوانات غير ايه طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه طاهرة، لا يقدم منه ذبائح، لان الانسان كثوب عدة نجس. ادي مستوى الانسان يساوي الحمار، يساوي الحمار. ده كان الكلام على لسان مجدي نجيب. واحنا يعني الكلام هنا على ذكر قصة ان الاسلام يعني ربط او قرأ او قرن المرأة بالحمار او شابه المرأة بالحمار في الحديث، في الحديث اللي حضرتك كنت بتذكره قبل الفاصل. نقول الحديث الثاني يا شيخنا الاول، المشاهدين مشاهدات فيهم الكلام ده؟ ما طبعا فيهم الكلام، اكيد طبعا اكيد. الانسان حمار شيء واحد. طيب. هو النص صريح وواضح وما فيش لا في مبالغ ولا في لعب ولا بين ولا بين ولا بين. احنا بنعلمك اهو من خلال الجين من كتابك ان انت الانسان زي الحمار، انت حمار يعني اهو، ما يعني